بمساحتنا الطبيه مثل كل يوم رح نوقف مع المرض مع احد الامراض ونشوف النصائح الطبيه منها. رح يكون هو داء السكري، هذا المرض يلي بيعانوا منه كثير. رح نعرف بعض النصائح اليوم كيف ممكن نحن نعالج هذا المرض او كيف نتعامل معه خلال الشهر الكريم، خلال ساعات الامساك والصيام. أكيد نرمين، رح نحكي أكثر ورح نحكي نصائح أكثر عن مرض السكري وكيفية التحضير لشهر رمضان الكريم وخلال الشهر أيضا، مع الدكتور زياد زودي استشاري في غدد الصم والسكري. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك نرمين. بداية دكتور خلينا نحكي، أيمتى ممكن لمريض السكري انه يقدر يصوم بشهر رمضان؟ يفضل دائما نرمين انه يكون السكري بالقيم المقبوله لحتى يقدر الشخص اللي بيعاني من السكري انه يصوم. بقى لازم يكون على قبل الطعام تحت ال 125 ملي جرام السكر، وكثير مهم كمان يكون بعد الطعام ساعتين حوالي 160 ملي جرام. مشان هيك لانه نحن إذا ما كان عنا صيام نقدر نشرب مي خلال النهار، وبالتالي شرب المي بيخلي قيم السكر تنخفض. بس لما تكون نحن ما بنقدر نشرب وسكرنا عالي رح تفاقم الحالة ويصير عنا مشاكل صحية كلوية قلبية نحن بغنى عنها. كتير مهم المريض يراجع طبيبه. هلا يفضل قبل الشهر الكريم، نحن اليوم 9 رمضان، يراجع طبيبه ويسأله إذا في مجال يصوم ولا لا. نعم دكتور، يمكن خلينا هيك نحكي خلال الشهر اللي خلص بده يصوم، شو أهم شيء مرضى السكري أنهم يبتعدوا؟ يعني دائما نحن بنقول خلال شهر رمضان كتير بناكل حلو، حتى المشروبات كتير بتحوي على مواد سكرية كمان، هون كيف فينا نحن نعمل حمية لحالنا إذا مصرين على الصيام؟ هلا هو ليا النظام الغذائي المتوازن هو مهم لكل العالم، يعني حتى الناس ما معهم سكر يكون غني جدا بالخضار الطازجة، بعيد عن المقالي، بعيد عن العصائر، حتى العصائر الطبيعية. احنا بس نعصر كباية برتقان بدنا 4-5 برتقانات، ما رح يكون مركز بسكر الفواكه، ونكب الألياف اللي هي كتير مفيدة فيها مضادات أكسدة. أنا ما بقى كبيت الألياف كتير مهم. بقى إذا نحنا أخذنا مثلا نحب كتير العصائر بدنا نشرب نعصر برتقانة ونمددها بالمي. وأهم شيء ما نضيف سكر، هي شغلة كتير مهمة، ونحاول نعدد الوجبات بين الإفطار والسحور. كتير مهم ما نعتمد على وجبة وحيدة كل نهار صايمين، نجي على وجبة الإفطار ناخد عصائر ناخد عدة أطباق وفيها زيوت وفيها دسم وفيها مقالي، بعدين كمان ناخد حلويات يرتفع السكر كتير. هي عم نشوف هلا نحن بالأسبوع الأول من الشهر الفضيل كتير في عنا ناس كان سكر مقبول نسبيا، أرقام ارتفعت كتير لأنه ما يعني اتبعوا النصائح هي. دكتور طيب خلينا نحكي، ممكن أنه المريض يقدر يحضر حاله قبل شهر رمضان الكريم يتبع حمية قاسية شوي مشان إذا أخذ سكريات كتير خلال الشهر رمضان الكريم يصير في نوع من نقول الاعتدال ولا لا؟ ما كحسب طبية ما بتزبط نرمين. الحمية القاسية هي غلط دائما، حتى الناس بدهم ينزلوا وزنهم اللي عندهم زيادة وزن، هي غلط من نحن نعمل حمية قاسية. نحن نعمل نظام غذائي متوازن. بالعكس الناس اللي بيعتمدوا على وجبة وحيدة ان اكثر الناس اللي بيسمنوا. نعدد وجبات الطعام، نكتر الخضرة، قد ما اكلنا خضار، الخضار غنية جدا بالالياف بالفيتامينات وبالمعادن وما فيها سعرات حرورية كتير. يعني كيلو خيار إذا أكلنا سحارة بندورة وخيار كله ما بيسمن، بالعكس مفيد جدا، غني جدا للبشرة، مرطب للبشرة. نعمل تبولة كتير، نخفف الزيت فيها، ناكل تبولة مع الخس مع الملفوف، نعمل محاشي يالونجي، كلها هي أطباق. بس ما نقرب على السكريات أو السكريات الطبيعية الموجودة بالطبيعة بالفواكه. إذا أخذنا نرمين سكريات موجودة مثلا بالنشويات بشكل معتدل، هي بتكون سكريات بطيئة الامتصاص. أما شيء ما ناخد بطاطا مقلية مثلا، ناخد بطاطا مسلوقة ومشوية، نعمل أطباق فيها شوية نشويات وفيها خضار كتير وفيها شوية زيت بلدي، زيت الزيتون. نحن نعرف أنه النظام الصحي للبحر الأبيض المتوسط هو النظام المسموح به عالميا.
والبعكس المنصوح فيه لحتى انه يبعدنا عن كثير من الامراض. مو بس السكري، الضغط، الامراض القلبيه، كلها هي كثير منيحه اذا اتبعنا نظام صحي متوازن. نعم دكتور، خلال شهر رمضان ومع الصيام كمان في كتير عالم بتنزل عندها نسبة السكر، مثل ما في عالم بترتفع في عالم بتنزل عندها نسبة السكر، خلينا نتعرف ليش. ليا نحن في عنا أدوية ناخدها، في أدوية بتتاخد قبل الطعام وهي وظيفتها تحفيز إفراز الأنسولين من غدة البنكرياس. هلأ هي إذا أخذناها عند السحور مثلا، لأن نحن بالعادة بناخدها الصبح قبل الشهر الفضيل، إذا أخذناها قبل السحور بده يكون وعمره طويل بتأدي لهبوط السكر خلال الصيام. حتى احنا لازم نراجع طبيبنا ونعرف ايه بدنا ناخذها، يفضل تاخذ قبل الافطار. في بعض الادويه مثلا التركيبه اومباك ديفلوزين ودابك ديفلوزين، هي ادويه بتنزل السكر بالبول لو كان السكر ما كتير عالي، وبالتالي بتعمل اضرار، يفضل ما ناخذها كمان قبل السحور لانه بتخلينا نفقد سوائل من جسمنا وبالتالي بتعملنا هبوط ضغط وبتعمل مشاكل. كتير مهم نراجع طبيبنا ونسأله إيه مدى الوقت المفضل لتناول الطعام وتناول الدواء، وكتير مهم التحليل ما بيفطر، يكون عندنا جهاز فحص السكر المنزلي، وإذا حسينا بأعراض أعراض دوخة أو أعراض تشوش بالرؤية أو أعراض نحن ما لنا هيك مرتاحين، نراقب السكر نحلله، إذا انخفض عن المستوى الطبيعي لازم نفطر. شو هو الحد الطبيعي دكتور؟ ما لازم هذا السؤال، لازم ينزل السكر ما لازم ينزل عن 70 ميلي جرام. هي كثير، ما لازم يرتفع اكثر من، هلا ما لازم يرتفع قبل الطعام عن 125 قبل الطعام، قبل الطعام وبعد الطعام ساعتين ما لازم يطلع عن 160 ميلي جرام. دكتور يعني لما صمنا يمكن 10 ساعات تقريبا او اكثر، وصلنا على وقت الافطار او السحور، شو النصائح اليوم اللي لازم مريض السكري يتبعه، خصوصا مثل ما بنعرف المائده الرمضانيه فيها اشكال والوان من الشغلات الطيبه؟ اهم شيء ما نعدد الاطباق. يعني نعمل نحن كل يوم ناخذ مثل ما قلنا خضره نيه، خضره مطبوخه، بعدين الطبق الرئيسي. نعم كثير مهم نعمل شويه شوربات الغنيه جدا بالخضار، الخضار الموسميه، نعتمد على زيت الزيتون تمام. هي اللي صارت كله بتعرفون حافظتون. دكتور في شيء دائما بيتداولوا الناس لنعرفه اذا صح ولا غلط، التمر بيأثر على مرضى السكري واي ولا لا؟ لانه هي يعني في اقاويل متداوله بين الناس انه منيح ولا ما منيح. التمر اللي من الفواكه الغنيه جدا بالسكر، اذا اخذنا تمرتين يعني بيأثر على مرضى السكري، بيرفع. في ناس كمان بيعملوا دايت وبيعملوا حميات تعتمد على الحليب والتمر، على اللبن والتمر، على اللبن والتمر. هي سيئة جدا جدا، نحن نعتمد على مصدر واحد من من الأكل، وبالتالي ما عندنا بصير عندنا نقص بالفيتامينات، بينزل الوزن وهذا نزول كاذب، بس نرجع ناكل بيرجع بيطلع أكثر بكثير من الأول. بس ضرر التمر أقل من الأضرار يمكن باقي الحلويات أو باقي الفواكه؟ طبعا. هلا الفواكه الغنية بالسكر هي الموز، العنب، التين، والفواكه المجففة. نحن إذا أخذنا باعتدال حبة حبتين فواكه وخصها بعد ألياف كتير بصير امتصاصها أبطأ، وبالتالي ارتفاع السكر بيكون أقل. دائما نحن نحاول ناكل على مهلنا، نمضغ الطعام بشكل جيد، يكون في ألياف كتير نحن عم ناكل. طيب دكتور خلينا نحكي عن خطة العلاج خلال شهر رمضان الكريم، وخصوصا بنعرف يمكن عندك كتير حالات مرضى، يا ترى بتتغير خلال الشهر الكريم؟ في قصص معينة بتحطها بتكون يعني بقصة بخطة العلاج موجودة أو مركز عليها أكثر خلال الشهر الكريم؟ تماما. نحن في عنا كتير أدوية هي بتحفز إفراز الأنسولين، إننا ناخدها صباحا بالعادة، برمضان بدنا ناخدها عند الإفطار، وبدنا نحاول نراقب السكر يعني بعد الافطار بساعتين نشوف ارقام السكر، نحاول ما نعتمد على وجبه الافطار فقط، يكون في عندنا وجبه افطار ووجبه ثانيه بال12 ليلا وجبه السحور. في عندنا ادويه تركيبه ميتفورمين بتتاخذ بعد الطعام مباشره، بدنا ناخذها بعد الافطار، بعد وجبه 12 بالليل، بعد وجبه السحور حسب الكميه. نراقب وظائف الكليه والكبد، لانه نحن شرب المي مفيد جدا للكليه، الامتناع خلال الشهر الفضيل عن شرب المياه ممكن يرفع لنا وظائف الكلية. التحليل ما بيفطر، لازم نراقب وظائف الكلية كتير مهمة، البول والكرياتينين، حمض البول، هي كلها شغلة كتير مهمة. نشرب مي كتير
بين الإفطار والسحور. نعم. نحاول نعوض يلي نحن ما أخذناه بخلال طيب. الصيام بين الإفطار والسحور. قديش لازم يشرب مي؟ يعني هي فترة الإفطار عم تكون قليلة قياسا بالصوم، قديش كل ساعة كل ساعتين؟ إذا بنقدر نشرب كل ساعة كاسة مي يكون كتير منيح. يعني بين الإفطار والسحور نحاول نشرب لتر ونص لترين مي إذا بنقدر يكون كتير منيح. دكتور يمكن نحن دائما من بعد الإفطار بنقعد أكل 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 ومنروح بنقعد عند قرايبيننا يا بمطاعم ومناكل ومناكل ومنشرب ومنتحلى، فبصير معنا إما حرقة أو بصير معنا تخمة، حتى إذا نتحرك شوي بتوجعنا معدتنا. وهون خلينا نحكي عن الحركة عن الرياضة، بأي وقت هو صح لحتى يفرغ جسمنا يمكن هالأكل أو السموم ما يلي أكل يلي موجودة داخله بالصيام، وأيضا يمكن تكون منيحة مشان السكري كمان. هلا هو الحرقة ليا إحنا في عنا معصرة بين المعدة والمري. الإفراز الحموضة الموجود بالمعدة المفروض ما يطلع على المري. تمام. إذا نحنا أكلنا في بعض الأكلات بتوسع هالمسرة. والشغلة الثانية إذا نحن كمان تقلنا بالأكل، يعني صار وجبة كبيرة، وجبة دسمة الدسم بيفتح المعصرة، وإذا كانت وجبة كبيرة رح يؤدي عملنا طخينا، يعني الوضعية كانت كمان سطحنا، كله هذا رح يزيد. نحاول نحن ما ناكل وجبة كبيرة، هي نحاول ناكل على مهلنا ونعدد وجبات الطعام. هلا في شغلة كتير مهمة، الزنجبيل. إذا أخذنا قطعة زنجبيل أكلناها أكل، الزنجبيل العصير تبعه بيخلي المعصرة اللي هي بين المعدة والأمعاء البواب بيفتحها وبيفرغ المعدة بسرعة أكثر، وبيساعد مشان موضوع الهضم. يعني غير أنه الزنجبيل مفيد، طبعا قطعة نقشرها ونقرطها وناخذ يعني ونبلعها، بس نضغها بشكل جيد حتى العصير تبعه، هذا كتير بيساعدنا. أول شيء بيزيد المناعة الزنجبيل، ثاني شيء بيفرغ المعدة بسرعة أكتر. يعني جربوها مشاهدينا وأكيد بيستفادوا عليها. بس أهم شيء ما ياكلوا وجبة كتير كبيرة وبعدين يزربوا الزنجبيل. الزنجبيل قد راس الدبوس. والرياضة إمتى فينا نعملها؟ رياضة بعد ساعة ونص ساعتين. بعد ساعة ونص فينا نعمل ساعة مشي مثلا، ولا الطقس صار كتير مناسب. تماما. بس أهم شيء ما نقعد نأرجل، يعني هاي الأرجيلة والدخان كتير شغلة سيئة، لأنه بتزيد إفراز هرمون الشدة النفسية اللي بيطلع من الغدة فوق الكلية. أوكي. وبالتالي بيزيد إفراز الأدرينالين والأدرينالين، ودولة بيساوي كتير مشاكل معنا، غير أنه بيأثر الدخان والأرجيلة على الجهاز التنفسي وعلى شيء تاني، بس كمان بيزيد إفراز هرمونات الشدة النفسية. يعني ليه دائما نحن بنقول انه الصيام كتير مفيد للجسم، ولكن قبل شهر رمضان الكريم بنحمل معنا عاداتنا السيئه وبدنا نطبقها من فتره الافطار يمكن للسحور، يمكن التدخين او الاكلات الطيبه الى اخره. قبل ما نروح على نصائح من حضرتك خلال الشهر الكريم، خلينا نحكي عن مشروب دائما بيتواجد على المائده الرمضانيه، هو العرق سوس. قديش هلا ما في مانع باعتدال، ما في مانع العرق السوس من المشروبات المنعشه والجيده، بس كمان بيقولوا بيعمل احتباس طبعا. بيعمل هي صارت ليا دكتوره دكتوره انا إيه؟ لانه ما فيني اشرب عرق سوس، انا بيرفع لي ضغط. بيعمل احتباس سوائل، وبالتالي بيرفع، يعني بيعيد امتصاص الصوديوم، واذا اخذناه بكميه بيرفع الضغط. مشان هيك باعتدال ما في مشكله. المشروبات الثانيه كمان ما في مشكله، بس اهم شيء ما تكون مشروبات غنيه. تمام. ما تكون مشروبات غنيه بالسكر. هلا الأوقات بيعملوا أمر الدين بحلو، هذا كتير غني بالسكر، فنرجع نحن نحطه بالمي، يعني كتير غني بالسكر هذا وضار جدا. والسكريات كان في اعتقاد خاطئ سابقا انه هي بتزيد افراز هرمون السعادة. بس وجدوا بدراسة كتير كبيرة انه هي لفترة صغيرة بتعمل هالشي، وبعدين بالعكس بصير في عنا أوقات هبوط سكر عند الناس بياخذوا سكريات كتير، لانه بيحرضوا افراز الانسولين. مشان هيك دائما السكريات قد ما بنقدر نخفف منها. نعم. دكتور من بعد الافطار خلينا نرجع لمرض السكري، اذا نحن صابنا هبوط او ارتفاع مفاجئ بالسكر، شو هي الاسعافات الاوليه يلي نحن فينا نعملها
قدامنا على السريع لحتى نحن هيك نعدل من السكر بالجسم؟ هلا نحن اذا كان يعني حسينا حالنا انه ما لنا مرتاحين مثل ما قلنا في عنا اعراض هبوط سكر رشفه تعرق جوع اثناء الصيام بدنا نحلل حللنا ولقينا السكر منخفض بدنا ناخذ شيء في سكر ناخذ هلا مي وسكر او انا بفضل انه فاكهه غنيه بالسكر افضل ناخذ موزه بدك تمره بدك موزه بدك يعني بعض الفواكه الغنيه بالسكر او عصير فواكه يعني دغري طبيعي بيساعدنا دغري بيرفع السكر وبدنا نشوف طبيبنا انه ليش عم يصير معنا هبوط سكر تمام. الادويه بدنا نعدل فيها اذا الدواء اللي عم ناخده قبل السحور نسويه قبل الافطار يمكن الجرعه بدنا نخففها نراقب وظائف الكليه لانه الدواء بصير اذا وظائف الكليه فيها شوي خلل بصير الدواء بيطول عمره بالجسم حتى ينطرح وبالتالي بدنا نعدل فيه يعني الميتفورمين دواء بيتاخد كتير ودواء كتير جيد بس ما بصير نستمر عليه اذا وظائف الكليه ما منيحه ويوميا بيرجعونا بعياداتنا صلون عليه اشهر وسنين وما عاملين وظائف الكليه نعم لحاله المريض بجدد الدواء وشغله كتير سيئه والارتفاع الاسعافات الاوليه اذا كان في ارتفاع للسكر كمان بدنا نوقف الصيام وبدنا نعدد وجبات الطعام نشرب مي كتير ونشوف طبيبنا شو الحل يمكن بده يزيد لنا بالدواء بده يعطينا انسولين بس خلال الشهر الفضيل ما في اسعافات هيك اوليه فورا نعملها نحن ممكن نعطي انسولين بس مو نحن مو نحن لا نشرب مي كتير بينما شفنا طبيبنا شرب المي كتير ما بده شرب المي بيخلي انه ينطرح يعني لانه نحن اذا كان السكر عالي الجسم بيحاول يدافع عن حاله بيشرب مي بصير يبول زياده وبالتالي مثل عندنا نحن في عندنا نص كبايه سكر وفيها شويه مي ما بتدوب منضيف سكر بصير بتدوب كل ما اخذنا سكر وانطرح السكر بالبول طبعا هو بيأذي الكليه نعم. بس لفتره قليله ممكن اسعافة اولي بينما شفنا طبيبنا نعم دكتور نحن كثير بدنا نشكرك على النصائح والمعلومات اللي قدمت لنا اياها واكيد ناطرينك بنوعيد المشاهدين بحلقات جايه لحتى نحكي اكثر ونتعمق اكثر عن الغدد وعن مرض السكري ايضا شكرا كثير لك دكتور زياد زودي شكرا ليا شكرا نيرمين شكرا للاخباريه وشكرا للمشاهدين